إلى محافظة ذمار، حيث دشنت حملة التضامن والإيثار لجمع التبرعات ومساعدة أسر الشهداء والمتضررين من العدوان السعودي الغاشم على بلادنا. دشن اليوم وكيل محافظة ذمار محمود الجبين حملة التضامن والإيثار لجمع التبرعات ومساعدة أسر الشهداء والمتضررين من العدوان السعودي الغاشم، تجسيدا لمبدأ التكافل الاجتماعي في مد يد العون والمساعدة وإدخال الفرح والسرور على قلوب المنتفعين من الحملة. نودع اليوم والآخر العديد من الشهداء، نعالج الكثير من الجرحى. الأعداء اشتركوا وتحالفوا على دماء اليمنيين، الدماء التي أسيلت لليمنيين لن يتركها الله هباء، لا بد من أن يأخذ بالعقوبة في الدنيا والآخرة. ويتجمعوا على يمن الإيمان والحضارة، على مهد العروبة والأصالة، على الأصل العرب الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان، فقال: الدين يمان، العلم يمان. الشهيد الذي بيذهب إلى الجبهة أو سقط في منزله عندما يجد وراه مجتمع متكافل متضامن، سيذهب إلى الجبهة وهو رافع رأسه وهو آمن بأن به مجتمع وبأنه دولة سوف تحمي عائلته من اللجوء إلى العناء. نعم، يجب أن نتكافل ونتراحم وندعم. لدينا حالات ظهرت نتيجة العدوان، ظهرت منها الفشل الكلوي، السكر للأطفال، 57 حالة وفاة من اللي بيقصلوه في المستشفى باسم الفشل الكلوي يعني. وخلال التدشين تم تشكيل لجنة التكافل الاجتماعي التي ضمت اللجنة الإشرافية بالمحافظة والعلماء والقضاة والشخصيات الاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع مكتب الأوقاف والإرشاد والغرفة التجارية، وسيتم تدشين توزيع مساعدات مع مناسبة حفل الاختتام لفعاليات وأنشطة معرض الصور والفيلم الوثائقي لجرائم العدوان. تهدف الحملة إلى تقديم معونات مالية لأسر الجرحى شهادة وشهداء ضحايا العدوان، مساعدة تقديم معونات غذائية للضحايا من ملابس من أغذية ومواد عينية، تقديم معونات مالية لأسر الشهداء ذات الاحتياج الأشد فقرا، تنظيم حملات طبية إلى مخيمات النازحين للمعاينة والعلاجات، تقديم مساعدات عينية لأسر الضحايا المتضررين. التكافل الاجتماعي سمة غالبة في المجتمع اليمني، فرضتها العادات الحميدة والقيم والأخلاق الفاضلة، وصدق الله القائل: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ماجد السياغي لقناة اليمن الفضائية، محافظة ذمار.